اليوم كان عندنا تقديم لحصيلة للإنجازات للقطاع الصحة وزارة الصحة برسم 2018، وهذه كتنبثق من قناعتنا بمبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة. فاحنا كل سنة إن شاء الله نقدموا هذه الحصيلة. هذه السنة كان عندها واحد التميز، لأن سنة ديال وضع واحد تخطيط استراتيجي في يعني يتجاوز الزمن الحكومي، وجمعنا كل الخبراء في هذا المجال باش يمكن نعمل واحد ورقة الطريق. هذه السنة كذلك هناك عناية خاصة لجهة الملك نصر الله بهذا القطاع، من حيث الخطاب العرش، من حيث كذلك الاستقبال الملكي، وطلب لجهة الملك أنه يتم إعادة النظر بشكل عميق في منظومة الصحة الوطنية. هناك عمل كيدار وغيكون إن شاء الله برنامج عمل باش يمكن اللي فيه مجموعة ديال المحاور اللي باش نأهلوا ونصلحوا منظومتنا الصحية. هذه السنة بطبيعة الحال وزارة الصحة عند العمل اليومي والبرمجة، بطبيعة الحال نهاية السنة كانت نهاية ديال برمجة مخطط ثلاثي 19-21 ووضع دي كونترا بروغرام، عقود برامج بين الإدارة المركزية والجهات، لأنه العمل الترابي أساسي. ولكن كانت إنجازات 2018 كان مهدو فيها لما سيأتي. هذه الإنجازات مرتبطة بعدة محاور، منها اللي مرتبط بمحاور اللي كتهم البرنامج الحكومي مباشرة كصحة الأم والطفل. على سبيل المثال كان هناك يعني إنجازات فيما يتعلق بالصحة ديال مواليد الجدود، من حيث يعني الاهتمام بالموارد البشرية اللي كتكلف بذلك، من حيث الاهتمام بالمستعجلات ديال الأطفال حديثي الولادة. كان هناك كذلك محور أساسي ديال المستعجلات، وطلقنا في آخر سنة برنامج لتسريع المستعجلات على مستوى 12 ديال المستشفيات الجهوية، اللي كان فيه رصد واحد الميزانية في الانطلاقه ديالو، لانه هو برنامج ثلاث سنوات في الانطلاقه ديالو رصدنا له اكثر من 140 مليون ديال الدرهم. كان فيها سيارات الاسعاف، كان فيها معدات ديال يعني دي كوفوز حاضنات، كان فيها كذلك وضع موارد بشريه جديده كالمساعدات ديال العلاجات، موارد اضافيه اطباء عموميين على مستوى المستعجلات، تاهيل اقسام المستعجلات بالمراكز الجهويه. هناك كذلك كانت مجموعة ديال البرامج ديال الوقاية من الأمراض السارية والغير السارية، داء السكري، داء الضغط الدموي، سرطان، وبينا شنو حققنا هذه السنة من أرقام مهمة في التكفل بهذه الأمراض اللي الحمد لله بلادنا سنة بعد سنة وزارة الصحة سنة بعد سنة كترفع من المجهود ديالها الميزانياتي والتدبيري كذلك لهذه البرامج. كان هناك كذلك اهتمام بالصحة النفسية والعقلية من خلال المراكز ديال محاربة الإدمان في إطار الشراكة مع مؤسسة محمد الخامس، المراكز أو المصالح المندمجة للصحة النفسية والعقلية على مستوى المستشفيات الإقليمية، جوج ديال المصالح اللي فتحنا مؤخرا. كان هناك كذلك ما يتعلق بالموارد البشرية والمجهود اللي قمنا فيه من حيث 4000 منصب شغل في هذه السنه هذه، اللي كما كان الحال غيحد نسبيا من الخصائص خاصه في المناطق البعيده وعلى مستوى المستعجلات. وكان هناك اهتمام كذلك بكل ما يتعلق بالتحسين من الجوده ديال الخدمات، من تقويه الشراكات مع مجموعه الشركاء اللي كيدخلوا في هذا المجال باش يمكن نجعلوا منظومتنا مؤهله فعلا لكي تعيش هذا المنعطف اللي كينتظرها ابتداء من هذه السنة. شكرا لكم.